ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبيبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وفي خير وفي صحه وفي سلامه وفي سعاده، والخير كله بين ايديكم. قبل ما نيجي نشوف ايه النهارده الحلو معانا دوت، هنقول ايه؟ بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبيبي يا رسول الله صلوا عليه. بصوا يا جماعه بقى، انا بحب ادلع نفسي قوي بمناسبه الايام اللي جايه بقى، مواسم كلها. كل سنه وانتم طيبين، بمناسبه رمضان وبمناسبه عيد الام وبمناسبه العيد الصغير والعيد الكبير، يعني السنه كلها ان شاء الله مواسم وخير علينا وعلى الناس كلها وامه محمد اجمعين. اعاد الله علينا وعليكم باليمن والبركات، اللهم امين. فحب ادلع نفسي كده في من الاول كده، فايه فلازم كل مناسبه من دول عايزه لك عليها استقبال حلوه كده، تستقبلي بها الناس، تروح عند بنت اهلك عندي ابوكي يبقى لابسه عبايه حلوه كده مرحرحه، حد جه حد راح، يبقى عباد الاستقبال دي هي اهم حاجه في الموضوع كله. زي ما انتم شايفين كده انا عندي صاحبتي. قبل ما نيجي نشوف هنتكلم في ايه ونوريكم العبايات، في مفاجاه في اخر الفيديو، استنونا في اخر الفيديو عشان في مفاجاه لكل متابعين لولو اللهلوبه وكل محبين لولو اللهلوبه، تمام؟ خليكم معايا في الاخر عشان في مفاجاه، انا قلت لكم اهو، اللي هيطلع بره الفيديو ما يسالنيش بقى عن المفاجاه بعد كده. ايه حكايه العبايه ب 10 جنيه؟ ده عنوان الفيديو بتاعنا. برضو حكايه ال 10 جنيه ديت انا هقولها لكم في الاخر. العبايه ام 10 جنيه ديت انا هقولها لكم في الاخر. دلوقتي هنتفرج وهنستمتع مع بعضينا بالعبايات الجميله ديت من عندي صديقتي وحبيبتي، فاللي حابب وعايز يقول لي وانا عينيا ليه. هبعتها له لحد عنده. نتفرج على التشكيله الجميله دي، لقيتها بتبعتها لي بتقول لي يا لولو خدوا خدي العبايات الجميله ديت. في شويه عبايات جولي كده حلوين، فانا شفتهم عليكي وشفتهم فيكي وبصراحه يعني ايه شياكه. فانا بحب ادلع نفسي قوي يا جماعه، واللي يعرفني وقريب مني هيعرف عني الكلام دوت، ان انا بهتم بنفسي قوي، وكل كل نفس ان عليك حق وكل اهتمام عليك حق، وربنا هو اللي قال كده ان احنا نهتم بنفسينا، وان لبدنك عليك حق، دي بالمعنى الاصح، ان انا ايه اهتم بنفسي واشوف نفسي، مش كل حاجه الولاد والبيت وبره وجوه وانا ابقى مهمله في نفسي. لا، الست لازما تبقى مهتميه بنفسها وبلبسها بره او جوه. تيجي نشوف النهارده بقى التشكيله بتاعتنا ونشوف العبايات بتاعتنا واحده واحده، وانتظروا المفاجاه في اخر الفيديو. لو عجبتكم العبايات وعجبتكم التشكيله وعجبكم الاسعار، ما تنسوش تعملوا اشتراك ولايك وكومنت وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من يوميات لولو اللهلوبه. يلا نقول بسم الله ونشوف العبايات بتاعتنا. دي اول عبايه زي ما انتم شايفين كده. بصوا يا جماعه، بصوا الشكل والمنظر والجمال والخامه. لا بصوا حاجه كده بعد كده مفيش. بصوا الكم، انا بحب الكم ده قوي اللي هو بالاستك ده، بشتغل اصور فيديو في المطبخ، حد يجي حد يروح، وانا بصلي ارفع ايدي الكم ما يترفعش مني. بصوا المنظر، بصوا الشياكه، بصوا الخامه، وهقول لكم على الاسعار. دي عامله 200 جنيه يا بلاش، العبايه دي عامله 200 جنيه، وهقول لكم في الاخر ايه حكايه ال 10 جنيه. حكايه ال 10 جنيه بصوا يا جماعه، دي بتلبس معانا على فكره، العبايات دي بتلبس لحد 5 اكس لارج، دي اكس لارج تمام، في منها المقاسات الكبيره، يعني معانا عبايات بتلبس لحد 5 اكس لارج، ودي يعتبر اختها بس لون تاني برضو ب 200 جنيه. بصوا يا جماعه، بصوا الشياكه، بصوا الجمال، الخامه حنينه جدا ومرحرحه. بصوا الشغل على الكم عامل ازاي، بحب انا الاستك كده يبقى ماسك كده في الايدين. دي 200 جنيه نفس الحكايه، اللي عايز يقول هات وهيوصله لحد باب البيت. دي بقى مناسبات بقى، عندك مناسبه بقى العيد بقى، يوم العيد الصبح كده تلبسيها كده وتعيدي على زوجك واولادك كده، يبقى الحاجه كده شيك كده وجميله. بصوا الكم، بصوا الشغل بتاعها، بصوا الجمال، الكم عليه ستانه، والخامه. انا عايزه بس اوصل لكم الخامه، يا رب تكونوا حاسين بالخامه اللي معانا زي ما انتم شايفين. بصوا دي 2 اكس لارج، دي احنا ما قلناش سعرها، دي هي يعتبر اغلى واحده فيهم، دي عامله 220، دي عامله 220 جنيه فقط لا غير، وقلنا زي ما قلنا في مقاسات.
بصوا بقى دي برضو جميلة جدا وشيك جدا. والالوانات يا جماعة دي انا بحب الالوانات دي قوي. دي موف غامق، يعتبر موف غامق. بصوا بصوا الشياكة، بصوا الحلاوة. دي عاملة 200 جنيه، يعني عباياتنا 200 جنيه، عبايات البرنس. والخامة طرية جدا وجميلة جدا. بصوا بقى دي وقصتها وجمالها وحلاوتها. بصوا دي ليها قصة من فوق، دي ليها قصة من فوق زي ما انتوا شايفين. بصوا بصوا الجمال والشياكة والحلاوة يا بلاش. برضو نفس الحكاية الكم، الكم ابو استك. بصوا الكم دي استك ازاي. بصوا جماله وشياكته وحلاوته. دي ارخص واحدة فيهم، عاملة 180 جنيه. العباية دي عاملة 180 جنيه زي ما انتوا شايفين كده، والله يا بلاش. حاجة تجيلك لحد البيت. ايه بقى حكاية العشرة جنيه؟ حكاية العشرة جنيه يوصلك المندوب بتاعنا من هنا، عرض من هنا لعيد الام. انا بقول اهو من هنا لعيد الام، لو عايزة عباية من العبايات دي هتوصلك لحد عندك، حتى لو انت قاعدة فين، بعشرة جنيه. هو ده العرض بتاعنا النهاردة، العباية بعشرة جنيه زي ما انتوا شايفين. دي بقى المفاجأة يا جماعة اللي انا قايلة لكم عليها وقلت لكم استنوني لاخر الفيديو. بصي بصوا العباية الشياكة الجميلة ديت. بصوا زي ما انتوا شايفين كده، بصوا الرحرحة والجمال والطول، حلوة جميلة ازاي زي ما انتوا شايفين. ايه رأيكم بقى؟ دي عبايتي، وهظهر معاكم بقى لأول مرة زي ما ناس كتير عايزين يشوفوني على الشاشة، وأول مرة أظهر على الفيديوهات بتاعتي يوميات فلو العلوب. ايه رأيكم بقى وزرتي معاكم لأول مرة على شاشة اليوتيوب؟ يا رب يكون عند حسن ظنكم واكون الصورة اللي في خيالكم. ودي تشكيلة العبايات بتاعتنا النهاردة زي ما انتوا شايفين بالأسعار. قولي لي ايه رأيكم في الكومنتات، وايه اكتر عباية عجبتكم واحسن عباية، وايه رأيكم في العباية اللي انا لابساها. اي حد يختار اي عباية ما تخافوش هتوصل لكم لحد عندكم وبعشرة جنيه اقل التكاليف لحد عيد الام. يا رب تكون استفدتوا النهاردة معنا بالفيديو بتاعنا والعبايات الجميلة اللي انتوا شايفينها ديت والتشكيلة الرائعة ديت. وما تنسوش تعملوا اشتراك ولايك وكومنت وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ويا رب كده دايما كده واقفين مع بعضينا ومع بعضينا كلنا وفي الخير كله يا رب. وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الام ودخله رمضان. اللهم بلغنا رمضان يا رب اعواما كثيرا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته مع فيديو اخر ان شاء الله بالعبايات الجميله اللي انتم شايفينها ديت.